أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على سلم ريشتر اليوم الاثنين بإقليم فيجيك. وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها بالجماعة تالسينت وقعت عند الساعة 2:08:07، وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة الأرضية سجلت على عمق كيلومتر واحد.